هذا وقد حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم إنجازا تاريخيا بتحقيقه لقب بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العراقي مستضيف البطولة بهدف دون مقابل في المباراة النهائية. سجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب عيسى موسى ناجي مع الدقيقة 38 بعد هجمة مرتدة رائعة. بحرينية الأولى 14/8/2019 البحرين هو بطل لبطولة غرب آسيا التاسعة بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب العراقي.